أهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامجكم الأسبوعي برنامج نبض الاتحاد. قصة نجاح نشأت في دولة الإمارات منذ عام 1979. السيد فيصل خليل أحمد، أهلا وسهلا فيك أستاذ. الله يبارك فيك أستاذ فيصل. حابين نتعرف في شخصك الكريم أول شيء. الله يحييك. فيصل خليل أحمد البايض. نعم. بلشت رحلتي العملية من العين. نعم. العين 1979 تحت اسم الفقه. ملحمة القناعة. القناعة. ملحمة القناعة. ملحمة القناعة هي كانت لشقيقك الأكبر. لأخوي الكبير. نعم. أستاذي إيش كان دورنا في الملحمة وجينا على أي أساس عليها؟ هاي طبعا هاي مهنتنا أبا عن جد، يجيب لحام. نعم. اشتغل بإيدي مع النوم. نعم. عمالي أنا وأخوي. اشتغلت أنا وأخوي بإيدي. ولكم سنة ضلينا نشتغل في إيدينا؟ قريبا ما يقارب 10 سنين. 10 سنوات. نعم. وحضرتك خبطنا لبداية التسعين لفكرنا في تأسيس اللي هو البزنس تبعنا أو المجموعة تبعنا أو الجروب تبعتنا تحت اسم الاعتماد. الاعتماد. كانوا إخواني بدرسوا بالأردن. نعم. خلصوا دراسة وجود. منهم أنا راجل مخلص الصف السادس ابتدائي. بس خبرتي بالسوق وخبرتي بمهنتي فاقت عن الدراسة. يعني من غير يعني دراسة أو جامعة، يعني صار عندي خبرة إلمام كبير بالنسبة للتجارة. صحيح. فبدي ناس توقف جنبي مراسلات خارجية. نعم. فجبت أخوي خلص من الفلبين بزنس، جبته عندي وبلشنا هاي الرحلة. إحنا أنا أخوي اللي أصغر مني واللي أصغر بمراسلات خارجية. نعم. بالنسبة للهند، لباكستان، للبرازيل، لأستراليا، لأثيوبيا. نعم. لكينيا، كل المناطق هاي وبلشنا الشغل في المواطن. دار الاعتماد تميزت إن هي عم تستورد، وعم تستورد هلا براند لإلها شخصي عم بطلع ولا براند موجود أصلا في السوق؟ لا، لإنها الشخصي أول حاجة وتوزيع بالسوق. توزيع بالسوق. نعم. احنا بنحكي عن 4 فروع بالهند، فرع في ابو ظبي، فرع في الشارقه، فرع في راس الخيمه، فرع للجمله موجود كمان بالفجيره. ممكن ناخذ التسلسل تبعهم. تواريخ انا يعني عدم اخذ لن ذكرتي مضبوطه. احنا ما بدنا دقيقه، بدنا تسلسل، يعني انه بلشنا بالعين واحنا لابو ظبي، من ابو ظبي اخترنا الشارقه، من الشارقه اخترنا. اول شيء بلشنا بالعين، بالعين اول فرع، ثاني فرع بالنسبه للملاحم، ثالث فرع، رابع فرع. نعم. فتحنا الشركة وأسسنا الشركة بالعين. نعم. اتجهنا لأبو ظبي شركة كشركة توزيع جملة. فتحنا الجملة وفتحنا فرع ملحمة ما يقارب من 3 سنين. أستاذ فيصل، بدي أقاطعك أنا في الحديث لما إحنا عم نحكي إنه إحنا رحنا على أبو ظبي ورحنا بوسط منافسة كتير قوية، إحنا موجود اللحمة، الكل عم بيستخدمها، الكل بده اللحمة، الكل بيعرف للحمة أو سهل إنه يعرف للحمة. كيف احنا ممكن انه احنا ميزنا حالنا بهذيك الفتره لحد ما قدرنا نوصل للاسم اللي حضرت اللي هسه موجود ولامع على مستوى الملحمين؟ خلينا انا كصاحب خبره لكل بلد بستورد منها لحم لازم اسافر لها واشوف انا بعيني. نعم. طريقه الذبح، جوده اللحم، تبريد، الكواليتي، المسلخ اللي بدي استورد منه، هاي كل الحاجات لازم اطلع عليها قبل ما اجيب اي كيلو لحم من الخارج. صحيح. بصير هذا ترسل عندك كسبلاير، خلينا نحكي هو عم بورد لك، بصير انت تعتمد. نعم. المواصفات انا اللي مطلوبه للبلد واللي بدي اياها وعارف انها هاي بتمشي بالبلد، مش عشوائي يعني اجيب على التليفون والله ودي لي كذا على التليفون ودي لي، لا لازم اسافر على البلد اللي بدي اجيب منها لحم. وفكره الملحمه مع المطعم انت طلعت عنها؟ هاي تقريبا من 90. من 90. من 90 متواجده لحد الان. لحد الان. ايش بيميز الاعتماد؟ والله المصداقية أهم من كل حاجة. نعم. المصداقية بالعمل والجودة وخدمة الزبون، ولازم أنت تميز نفسك. الزبون المصري ايش بده؟ الزبون السوري ايش بده؟ الزبون الأردني ايش بده؟ الزبون الهندي ايش بده؟ الزبون الباكستاني ايش بده؟ لازم أنت تعرف تدرس على الشغلات كلها. هذا الشيء اكتسبناه من 79 لحديث الان، ام احنا كان في عندنا خبره مسبقيه، احنا بنحكي عن اكثر من 200 جنسيه مختلفه موجوده هون. هل الاعتماد عنده القدره على اضاءهم كلهم؟ ما الاعتماد عنده تلبيه
قدرة على تلبية طلبات هاي الجنسيات المختلفة كاملة. نعم نعم نعم، 100% 100%. كم موظف موجود تحت خيمة الاعتماد؟ تحكي عن أفرع ولا كل الأفرع؟ كل شيء. كل الأفرع ما يقارب 150 ل 200 شخص. وهدول تم اختيارهم من قبل السيد فيصل خليل أحمد أم إحنا حطينا سوبرفايزر هم عم بتابعوا هاي الموضوع؟ لا لا، من اختياري أنا، إحنا شخصياً، إحنا الأخوة. نعم. إحنا 4 أخوة موجودين. طبعاً أي محاسب، أي لحام، أي عامل، حتى التنظيف إحنا بنختاره. وهل إحنا بنختاره مع شرط الخبرة أم الخبرة إحنا بنعطيها بنختاره على حسب والله الهيئة الخارجية؟ ممكن بدك تشوف واحد عنده خبرة وجاي يشتغل عندك، آه والله بشغله، أما إنه تجيب ناس من برا أنت بتعطيه إيش اللي بدك إياه. صحيح. إيش شغله وبتدربه. ممكن أنا أخسر على عامل 6 أشهر أعطيه معاشه من غير ما أستفيد منه شيء، بس بالتالي أنا بعد 6 أشهر بأخذ منه. هاي الخبرة اللي نحكي فيها على مدار حوالي 40 سنة، هل إحنا عم نعطيها لموظف جديد أجعلنا؟ إيه، بعطيه صلاحيات. نعم. لأنه يعني مثلاً لحام هو لحام. صحيح. لو بدنا نقول لك سايق هو سايق، هاي هي أنا بعطي كل خبرتي. الأستاذ فيصل خليل لما سألت حضرتك كم ساعة عمله في البصرة قلت لي 20 ساعة تقريبا يوميا. والله مش إنه الاستمرار، بحتاج الأمر بشتغل 20 ساعة، بحتاج الأمر بشتغل 12 ساعة، بحتاج الأمر بشتغل 8 ساعات، هو احتياجات العمل، ما شرط. مش شرط يعني ما عنديش أنا تايم محدد لشغلي. نعم. أستاذ فيصل لو سألتك عن علاقتك بموظفينك كيف هي العلاقة؟ أخوية. أخوي، يعني نعم. بنحكي إحنا عن عائلة الاعتماد، ما بنحكي عن شركة الاعتماد. نعم. عائلة الاعتماد. أبنائك اللي دائما هذول هم زي ما حضرتك حكيت أنا عم بأسس لهم بالنهاية والبداية. نعم. عم بأسس لهم، ممكن نعرف أدوارهم في المطعم أو في الشركة أو في المؤسسة إيش؟ ابني الكبير الله يخلي لك أولادك مستلم الشركة هين كاستيراد. نعم. كبيع جملة. طبعا الإدارة كاملة بالشركة. نعم. وابني اللي أصغر منه طبعا 2 مخلصين جامعات بزنس. صحيح. بستنى المطعم وبستنى الملحمة. ما شاء الله. أستاذي شيوخنا دائما في الإمارات إحنا بنتأثر فيهم كثير بمقولاتهم وأقوالهم، دائما أشياء دائما تحفيزية اللي بتخلينا دائما للأمام. كلمة الشيخ محمد بن راشد مأثرة فيه أنا شخصيا، خلينا نقول هي نبحث عن نكون الرقم واحد أو يجب أن نكون الرقم واحد. نعم. أنا بدي أسأل مؤسس الاعتماد إيش فيها الرقم واحد؟ بالأول والتالي أقول المصداقية، لازم تكون مصداقية بعملك. نعم. تكون رقم واحد في البلد. صحيح. بس وإيش عم نخطط على البعد القريب؟ والله فتح أفرع وتطوير أكثر من هيك، لأني أنا كل بلد بروح عليها بطلع إيش بفر أنا، يعني هي مصلحتي أنا، مش يعني مصلحتي من إجيت على البلد لحام أشتغل بإيدي، فبحب دائما أطلع وين في ملاحم أتفرج وأكتسب خبرات أو حاجات مش موجودة في الأمارات باجي بحطها. وين ممكن نجد البرودكت تاع الاعتماد في أي مكان أو دبي حاليا بالتخطيط المستقبلي لدبي عدة أفرع. نعم. هل إحنا في مولات معينة أو أماكن معينة ممكن نلاقي فيها لحمة الاعتماد موجودة فيها نقدر نشتريها؟ جمعيات الشارقة كليتها. نعم. جمعيات الاتحاد كليتها موجودة. على مستوى شاطئ دبي يعني. وكارفور موجود. كيف بدنا نعرف لحمة الاعتماد اللي موجودة؟ عندي مسلخ اسمه رقمه 246. نعم. ميدفيلد. اسأل عنه بأي مول قول له 246 بقول لك موجود. ممكن يتواجد بلاقي فيها هاي الكواليتي تاعت الاعتماد اللي. نعم. احنا أسسناها من 79 خلينا نقول لحد الآن ماشيين على نفس الكواليتي. نعم. المعادلة الصعبة الموجودة بين الكواليتي والبرايس أو بين الجودة والسعر، هذا الإشي كيف احنا قدرنا نعمل موازنة؟ والله انت بدك يعني بدك تفسر لك اياها كيف ممكن المشاهد يفهمها. انت ما بدك تحط بملحمتك هامش ربح بسيط، بدك تقدم خدمه اكبر، يعني اعلى مستوى ممكن تقدمه، يعني ربح قليل وبيع اكثر. خلينا نحكي احنا هيك ممكن نعادل هاي المعادله. وكواليتي. صحيح. أستاذي دائما النجاح مربوط في رب العالمين، هذا الإشي مفروغ منه، الفضل دائما لرب العالمين، وبعد رب العالمين الدولة الخصبة اللي احنا فيها كدولة الإمارات اللي شو ما تسعى فيها ما في إشي بيروح لك، ما في تعب بيروح لك، بعد رب العالمين وبعد دولة الإمارات في أشخاص أثروا بحياتنا، ممكن هاي الأشخاص دائما نحكي لها شكرا. مين هاي الأشخاص ممكن تحكي لها شكرا؟
والله انا اخوي الكبير اللي هو دعمنا في هذا الشغل كله ممكن نعرف اسمه رشاد خليل احمد استاذ رشاد والله يرحم روح الشيخ زايد والبركه بالشيوخ يطول اعمارهم الامارات وشيوخ الامارات الامارات اللي وفرت لنا نعمه وهي نعمه الامل والامان الامارات اللي زوجتنا او بنتنا عم تمشي بالشارع الساعه 2 او 3 بالليل بكل حريه بدون ما تخاف من شيء عم نترك بيوتنا مفتوحه محلاتنا مفتوحه الكل محترم الثاني رغم وجود عده جنسيات عده ديانات عده لغات موجوده هون ما حدا اثر هاي نعمه تاسست من احد الشيخ زايد نعم زايد حاملين غايه والدهم عم بيمشوا على خطى عم بيزرعوا عم بقطفوا ثمار تاسسها الشيخ موجودين وحضرتك اكيد لحقت زايد الخير وعاد زايد وايام زايد الله يرحمه زايد الخير ممكن هاي الدوله لها فضل علينا وشو ما حكينا لها ما راح نوفيها حقها فانا بترك لك المايك الك وللدوله ايش بتحكي؟ اقول الله يطول عمر الشيوخ والحمد لله على نعمه الامن والامان بس بالبلد هاي بس نعم. وغربتنا اللي تغربنا هون واللي ما حسينا فيها شو بتشوفها؟ بدنا نعاود نكرر نفس الشيء الله يطول عمر الشيوخ بس الله يطول عمره بس ان شاء الله استاذ فيصل خليل احمد احنا كثير تشرفنا بزيارتك ان شاء الله ضلك في استمراريه في العطاء وان شاء الله تشوف اولادك في كل الامارات موجودين الاعتماد اللي هي موجوده واهلا وسهلا فيك بالعزيز بينا من اسره الطريق قدر